هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام؟ علما بأنني قد خرجت إلى العمل بعد التخرج، ولكن كثيرا ما أحاسب نفسي على خروجي هذا وأقول هل ربي عز وجل راضي عني أم لا؟ أفيدوني وانصحوني مأجورين. فتاة من اليمن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به، ولا سيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها، مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين، فإنها تكون في هذه الحال مثابة على خروجها، لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته. ولكن يجب إذا خرجت من بيتها أن لا تخرج متبرجة متزينة متطيبة، وأن تكون متحجبة الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة، وأن لا تختلط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال سبب للفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإنما كان خير صفوف النساء آخرها، لأنه أبعد عن الاختلاط بالرجال والدنو منهم. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه كلما بعدت المرأة عن مخالفة الرجال كان خيرا لها. فلتخرج أيضا المرأة من بيت للعمل في المدرسة وكذلك في أعمال أخرى إذا احتجت إلى الخروج، ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تطيب. بارك الله فيكم.